أما بنهاية ختام صباحنا لليوم حتكون مساحتنا الصباحية عسل. ختام عسل. ختام عسل أكيد. يعني رح نحكي ضمن فقرتنا عن المهرجان العسل السوري اللي كان برعاية وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، والمهرجان ضم العديد من النحالين السوريين والعرب وتم تقديم منتجات كانت كتير مميزة. أكيد رشا، لنتعرف أكثر عن تفاصيل المهرجان والنحالين وعالم النحل بيسرنا يكون معنا بالاستوديو المهندس إياد دعبور رئيس فرع سوريا لاتحاد النحالين العرب، والدكتور منتصر الحسناوي نائب رئيس اتحاد النحالين العرب ومدير مركز أبحاث النحل العراقي. أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم. أهلا فيكم، صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا ومرحبا. كيف العراق؟ العراق بخير الحمد لله دائما ان شاء الله. الله يحفظكم. ضل هيك قلوبنا على بعض الجوارين يعني. اكيد احنا واحد ان شاء الله. يا هلا. خلينا نحكي عن المهرجان، مهرجان العسل اللي بلش ب 27 الشهر الماضي وهو مستمر لثلاث اشهر. كيف كانت اجواء المهرجان وكيف تم التشبيك والتنسيق بين حضرتك وبين الاستاذ منتصر؟ نحن المهرجان هو المهرجان الرابع، اربع سنوات على التوالي. عدد المشاركين 48 مشارك من كل المحافظات السورية. تميز هذا المهرجان بروح التنافسية ما بين الأخوة المشتركين في المهرجان لجهة تنوع المعروضات وحجم المعروضات، الباكينج الجديد، التعبئة الجديدة، التميز بالمنتجات. بالنسبة للمهرجان الغاية منه هو الحفاظ على استدامة مهنة النحل من خلال تشجيع العمليات التسويقية وتسهيل انسيابية الأعسال السورية لخارج سوريا. طبعا التشابكية ما بين فروع الاتحاد المختلفة بالوطن العربي، اتحاد النحالين العرب منظمة عربية تابعة لجامعة الدول العربية لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، فبالتالي بكل دولة عربية في له فرع، فالتعاون ما بين الفروع قائم لأنه بالأساس هي هيئة واحدة. بالتالي يوم يصير مهرجان بأي دولة عربية مجمل الدول العربية بأغلب الحالات بتشارك. نحن كان معنا ضيوف من لبنان، طبعا من العراق، من الأردن، فهذا الشيء المتاح بهي الدورة. أما لو الحقيقة صار في عنا يعني هيك إشكالية بسيطة، صار ترافق مهرجان العسل السوري مع مهرجان العسل المصري، فكانوا كتير بيتمنوا في مشاركات متعددة كانت السنة، خلينا نقول لأنه صار بنفس الوقت المهرجانات. تمام. فكان كنا حيكون حنتلافى هذا إن شاء الله الخطأ، المهرجانات القادمة حيكون توقيت مهرجان مصر غير توقيت مهرجان سوريا، ليتسنى للأخوة العرب من الدول العربية وشمال أفريقيا مشاركة بالاثنين. طيب خلينا نروح لعند حضرتك دكتور منتصر ونحكي أكثر عن المشاركة العراقية. بنعرف الناس دائما وقت بيقولوا مهرجان عسل فكل بالهم هو العسل، ولكن يوم عم نشوف منتجات أخرى دخلت، مو بس العسل غذائيا، دوائيا وأيضا تجميليا. تمام. حقيقة شكرا بداية على الاستضافة الجميلة في برنامجكم الكريم. احنا هذه المشاركة الرابعة في مهرجان السوري لعسل النحل. احنا مواكبين مع الاخوه في الاتحاد النحالي العرب فرع سوريا يعني منذ تاسيسه حتى لحد هذا اليوم، مشاركين فاعلين وداعمين معنويا، وايضا في فترات كبيره كانت السوق العراقيه هي سوق جيده للمنتج السوري. اليوم يعني لما اطلعنا على المهرجان وجدنا حقيقة هناك تنوع كبير. غالبا كان الإنتاج العسل فقط، الآن لا، الإنتاج تجاوز العسل، هناك منتجات أخرى مشتقة من منتجات النحل اللي هي العسل، البروبليس، الحبوب اللقاح، الغذاء الملكي، وأيضا دخلوها بمدخلات اللي هي تجميلية غذائية وحتى السكاكر والبسكويت وللأطفال وللكذا. هذه المنتجات من شأنها أنه تعمل سوق داخلي للعسل، وممكن انه تساعد في هذه الظروف الراهنه اللي تمر بها بلداننا، تساعد القطاع على النهوض رغم انه الظروف المحيطه بنا
بشكل عام انه ما تساعد على النمو، لكن نشوف انه خاصه بعد الاحداث السوريه انه كان هناك نمو ايجابي لقطاع تربيه النحل، وهناك عوده للنحاله السوريه. نامل انه يكون تطورها كما نعرف عن النحالين السوريين وقطاع النحل في سوريا انه دائما ايجابيين ومتطورين، ونعتمد عليهم كثير من الاشياء. اكيد ان شاء الله. هيك عم نحكي بشوي من الصعوبات، استاذ اذا رجعنا هيك نوسع اكثر بمجال الصعوبات، اليوم كنحالين سوريين والنحالين بشكل عام، شو اهم الصعوبات اللي عم تعرضوا لها؟ مهنه تربيه النحل تعتمد على نقل خلايا النحل من مرعى لاخر، فبالتالي عدم توفر المحروقات هي من المشاكل الاساسيه يلي بتخلي النحال يفقد احد المراعي. سوريا الله سبحانه وتعالى أعطاها طبيعة معينة من الغرب للشرق، تعاقب إزهار من بداية الربيع لنهاية تقريبا وسط تشرين أو بداية الخريف. هذا الشيء بيتطلب من النحال نقل خلايا النحل من مرعى إلى آخر. عدم توفر المحروقات هي مشكلة حقيقية بالنسبة للنحال. الأمر الآخر، في عنا مشكلة اللي هي استعمال المبيدات من قبل المزارعين، وهذا ممكن يأثر على أعداد النحل السارح بالطبيعة، بالتالي كمان نفقد جزء من النحل. النحل له دور كبير بالتوازن البيئي، تنوع الحيوي النباتي الموجود إن كان على صعيد النباتات البرية أو كان على صعيد النباتات الزراعية، ويؤثر من خلال عمليات تلقيح الخلطي بزيادة الإنتاج كما ونوعا وتحسين جودته. فبالتالي استعمال المبيدات هو أحد الأخطار الملمة بالنحل. أيضا غلاء مستلزمات الإنتاج، اليوم في مشكلة حقيقية عند النحال بغلاء مستلزمات الإنتاج، يعني المعدات اللي بيشتغل فيها في تكلفة عالية بالنسبة للشحن، هي تكلفة عالمية بالإضافة لرسوم جمركية تدفع على مستلزمات الإنتاج. نتمنى أنه نحسن ناخذ أسوة بنقابة الأطباء البيطريين، يعني اللي أخذوا إعفاءات جمركية على الأدوية ومستلزمات الإنتاج، نفس الشيء نعامل مستلزمات إنتاج تربية النحل. يمكن أستاذ اليوم الصعوبات مشتركة، عم تعانوا بالعراق من نفس الصعوبات للنحال السوري، يعني اليوم عم تواجهوا نفس الصعوبات او لا؟ تختلف القصص عندكم؟ لا، هي حقيقة يعني خلينا نكون شوي واقعيين بهذا المجال، انه احنا الوضع اللي موجود في سوريا هو في وضع مشابه له بشكل او باخر هو في العراق، وهو نفسه اعتقد في لبنان. فاحنا حقيقة هي الصعوبات هاي نفسها باستثناء يمكن الوقود، لا احنا الوقود عندنا خير من الله الحمد لله. لا في صعوبات، بس الصعوبات قد تكون تختلف من بلد لآخر، رغم انه هي موجودة. احنا على سبيل المثال عندنا في صعوبات في بعض المناطق قد تكون أمنية، قد تكون صعوبات في التصدير، يعني على سبيل المثال سوريا تقدر تصدر بشكل أو بآخر، العراق كثير من الأمور ما يقدر يصدرها، وأكو أشياء ما نقدر نستوردها على سبيل المثال. الانفتاح اللي موجود في مصر هو ما موجود في سوريا ولا موجود في العراق. البيئة اللي موجودة في العراق وفي سوريا وفي لبنان على سبيل المثال هي متشابهة، هي ما موجودة في السعودية أو ما موجودة طبعاً في بلدان. طبعا نحكي عن بيئة جغرافية متشابهة بالضبط. تقريبا فهذا الاختلاف يعطي أيضا فد عنصر من الإيجابية لكل منتج، ولهذا تنوعت المنتجات. أنا أتكلم لك باسم اتحاد النحال العرب، أنه تنوعت الإنتاجية قطاع تربية النحل في كل البلدان العربية بحسب البيئة الجغرافية وبحسب البيئة مالتها. بالنتيجة مهما كانت هناك صعوبات، بالنتيجة أعتقد بشكل أو بآخر أنا يمكن قد أكون عندي نظرة إيجابية لهاي الصعوبات، أنه والله جد لما تكون في صعوبات يكون هناك همة للنهوض، يعني يصير في إجبار. أنه على سبيل المثال اليوم أنا ما أنتج العسل فقط اللي تنتجه كثير من الدول المرتاحة، اليوم انا انجبرت انه لا، انا هذا العسل ما راح يؤدي الغرض لانه ما له سوق، فاعمل من عنده بسكويت، اعمل من عنده كريم، اعمل من عنده شامبو، اعمل من عنده صابون.
هذا الشيء اللي عمله النحال السوري في ظرف انه يعمل بيئه الى تسويقيه. صحيح، وهذا اللي كان هو ما متوفر عند مزبوط. الناس اللي اصلا ما عندهم هذه الصعوبات، وممكن القطاع ما راح ينمو لان هو ثابت بالضبط. هذا اللي كان بدي اسالك عنه استاذ. اليوم ما عم نشوف سوريا اشتهرت ان كان بالعقبر ان كان بغيرها من المنتجات اللي هي فعلا تميزت فيها، منتجات دوائيه فينا نقول، وحتى بالصناعات التجميليه. اليوم عم نشوف الشامبو الشعر صار موجود بالعسل، كثير شغلات ثانيه. خلينا نحكي عنها. حقيقة منتجات النحل متوائمة ومتواكبة مع الزيوت النباتية العطرية اللي بتشكل بمجموعة مادة خام أساسية أو مادة فعالة لكثير من المنتجات. تسويق العسل الخام هو أحد جوانب التسويق، لكن إدخال العسل في مركبات أخرى ومنتجات أخرى هذا بيعطي صفة تسويقية من نوع آخر. يعني الشامبو ممكن ينعمل بالعسل، الكريم ممكن ينعمل بالعسل، كثير من أنواع الصابون ممكن تنعمل بالعسل. بالتالي أنت هون بدل ما يكون استهلاك للعسل فقط بجهة واحدة اللي هو العسل الخام، صرنا نستهلك العسل بعدة مواد ومفيدة. يعني اليوم أنت ما عاد بقي العسل مفيد أنك تتناولي كغذاء ودواء، لا صرتي عم صار الشعر بيستفاد منه، البشرة بتستفاد منه، فعممتي فوائد العسل بأشكال صيدلانية أخرى. وكذلك بالنسبة لمنتجات النحل الثانية اللي هي خمس منتجات ما بتقل أهمية عن العسل. سوريا حقيقة بين الدول العربية السباقة بتصنيع منتجات النحل، في شركات رائدة قديمة يعني عمرها أكثر من 20 عام بهذا المجال. نتمنى أنه نحن نقدر نواكب الفورمولا التركيبات الجديدة وال يعني الأبحاث الجديدة بمجال استعمال منتجات النحل بأشكال صيدلانية ودوائية وتجميلية تانية. أكيد نتمنى لكم النجاح بالمهرجان. نتمنى لك دكتور اليوم هيك يكون هذا المهرجان في تشاركية على طول بين سوريا والعراق وبين البلدان العربية. نشكر حضورك لليوم، وهيك ناطرينكم بخطوات تشاركية جديدة إن شاء الله. شكرا لكم لحضوركم، نتمنى لكم التوفيق أكيد، وأهلا وسهلا فيك وتحية لكل أهلنا بالعراق. الله يسلمك، شكرا جزيلا.